من الرياض معي عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي سيد حسن الشهري. مساء الخير، اهلا بك معنا. طبعا نتدخل عن تدخلات ايران السافره، وايران نفت كالعاده السبت اي تدخل في خصصت حتى في شؤون لبنانيه بعد ما حدث في لبنان، ولكن ودائما تنفي تدخلاتها. واجتماع طارئ قبل قليل الذي اعلن وزراء الخارجيه العرب في القاهره الاحد المقبل، ما الذي نتوقعه سيد حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. ايران من المعارك الخاسره، ايران تعبث مع الاسف منذ عام 79 بامن المنطقه. واعتقد انه ان الاوان لايقافها ونقل المعركه الى عمقها. نعم. الفرس اقليه وهناك دوله عربيه محتله في ايران وهي الاحواز. لابد من دعمها، دعم البلوش والاكراد والتركمان والاذربيجانيين. لماذا؟ لانه ايران تتدخل في 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 عمق وفي سياده الدول العربيه مع الاسف، ونحن نلتزم الصمت ما عدا المملكه العربيه السعوديه بشكل اكثر من بعض الدول الاخرى. مع الاسف استطاعت طهران في الفتره الماضيه تهيئه البيئه المناسبه لنقل ايديولوجيتها الفارسيه، وجدت لها مطايا وانشات حزب قوي، ذراع قوي في لبنان، استطاع ان يؤسس لمثل هذه الاستراتيجيه وتصدير الثوره في المنطقه، ثم اتت الى اليمن واسست ايضا حزب لا يقل خطوره عن 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 حزب الشيطان في لبنان. و اعتقد انه ما نراه من اعمال هي اعمال ايرانيه مباشره. الحرس الثوري هو معني بكل شيء، استهداف مكه المكرمه، استهداف الرياض، استهداف الملاحه البحريه في البحر الاحمر وباب المندب، كلها من اعمال الحرس الثوري بدعم نوعي وتقني من حزب الله. ايران اعتقد الان عندما تنكر هي تنحني للعاصفه، وهم يجدون مثل هذه الاعمال، ولكن المناورات السياسيه لم تعد مقبوله. اما مؤتمر دعوه المملكه العربيه السعوديه، طب قبل أن نكمل فيما يتعلق بالمؤتمر، تنحني، هذا ما تفهمه من موقف إيران الحالي أو يعني القليل جدا مما صرحت به، تنحني، ستنحني للعاصفة إيران؟ نعم ستنحني للعاصفة. المواقف الإقليمية والدولية تبدلت، هناك تبلورات في السياسة الدولية والإقليمية لاستهداف أذنابها وأدواتها في المنطقة، في لبنان، في اليمن، في كل مكان. بلغ السيل الزبا، لم يعد هناك مجال للمساومة أو أنصاف الحلول. أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي، هذه وجهة نظر خاصة في أنا كمحلل استراتيجي، لن تقف مكتوفة الأيدي بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها أمام هذا التدخل الفاضح والذي يرقى إلى مستوى الحرب ضد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وضد الملاحة الدولية. صح، يعني بما أنك ذكرت البحرين سيد حسن، سيادة العميد، يعني لا يعني هذا وفق كثيرين اليوم، يعني الطرف الآخر سيقول لك بأنه لا يمكن أن نفهم هذا بأنه إيران ممكن أن تنحني للعاصفة، لأنه بعد أصلا موضوع الرياض وبعد كل ما حدث اليوم، نتحدث عن أمس تحدثنا عن البحرين أيضا مستمرة بهذه الممارسات، أدواتها في المنطقة يتفاعلون معها وهي تغذيهم بالمال والسلاح والإعلام. ولا ننسى أيضا تنظيم الحمدين في الدوحة له دور، وإن كان هو أيضا انحنى للعاصفة. الكل يتحسس رقبته الآن، أؤكد لك، في لبنان، نعم، في 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 الميليشيات في سوريا، في العراق، في اليمن، الكل يتحسس رقبته. هناك استراتيجية تتبلور لشيء ما، لا بد من إيقافها وعودتها إلى جهدها الطبيعي. نعم واضح. هل نتحدث عن حرب سيد حسن؟ أعتقد أنه لم يعد للسلام وللدبلوماسية وللسياسة وللوسطاء، لا يوجد على الطاولة حاليا أي خيار، وليس خيارا مثل هذا العمل، أصبح ضرورة، أصبح وجود. لم يعد على الطاولة حاليا إلا الدفاع عن النفس. نعم. ونقل المعركة إلى داخل إيران. إيران تستحق العقاب في داخل إيران، وقبل ذلك سيتم بتر أذرعها في لبنان، في اليمن،
وأكد أنه العمليات العسكرية في اليمن ستقودنا في الأيام والأسابيع القادمة إلى أعمال في المستوى أعلى بكثير من المستوى الحالي. وبالتالي لو تم ضرب حزب الله سقط كل أذرع إيران كامل، وتراجعت إيران إلى الداخل، وعاد العراق بالكامل، ونحن نجحنا في استعادته جزئيا أو بجزء كبير إلى حضن الأمة العربية. سيعود نعم. العراق والشعب العراقي ذلك سيعود إلى حضن الأمة العربية، وعلى إيران أن تبقى مكانها، وعلينا أن نشعل الحرائق كما أشعلت الحرائق داخل أوطاننا العربية. فنكتفي بهذا القدر. أنا أشكرك جزيلا من الرياض سيادة العميد الخبير العسكري والاستراتيجي حسن شهر.